اكيد هم دول حققوا الانجاز، ونبارك لهم حققوا 4 بطولات في السيزون السنه دي للنادي، ولسه عندهم كتير، عندهم طموح وعندهم امال، لازم كلنا نبارك لهم. احتفلنا بيهم ولسه هنحتفل بيهم، كانت سهره جميله سعيده عليها شخصيا مع نجمات كبار اللي احنا شايفينها قدامنا، واكيد بلهم الف مبروك، بس بنحملهم مسؤوليه مهمه جدا، مسؤوليه السيزون الجديد يا كابتن مي. 4 بطولات محدش هيتنازل عن اللي انت تعملي غير كده اكيد. استنى بقى ناخد سيلفي. يلا بينا توكلنا على الله. شكرا. انا لالي اللي ربى وعلم بكلمه حب مسموعه.